السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة بعلمكم قصة من قصص النجاح. الشابين بدأوا من 5 سنوات فقط، كانوا فقيرين جدا، ولدوا في بيئة فقيرة جدا، أب فقير وأسرة فقيرة ومجتمع فقير، يعني مقومات النجاح عندهم ضعيفة جدا. في يوم من الأيام قرر فاعل خير أن يزوجهم. كان واحد منهم ملك والثاني كان يدور له على عروسة. طبعا هو عرف ان مشكلتهم في التأخر عن الزواج كانت المهر، قام جزاه الله خير وحول لهم المهر واستلموه. لكنهم قرروا قرار غريب جدا، قرروا انهم يأجلوا موضوع الزواج ويستثمرون مبلغ المهر. طبعا تعليمهم كان متدني جدا، اخذ المبلغ هذا وصاروا يستثمرونه، يشترون انتاج المزارع ويبيعونه في الاسواق. يروحون مثلا المزرعة كبيرة ويعطونهم دفعة مقدمة، يقول هذه مثلا عربون، ويجيبون عمالهم تالي الليل ويشيلون يودون للسوق. ما شاء الله عليهم وغلبوا الطيور، يروحون تالي الليل للمزارع ويجنونها ويشيلون ويضبطون، جد وعمل ما بلعب. صار المال يجيب مال، خذوا الأرباح وزبطوا لهم بيت عندهم قديم، زبطوه إلين غدا يقول سذا. مثل ما تقولون عش الزوجية. الشاهد في الأمر إنهم استمروا في العمل إلين أيضا تزوجوا من ربح المهر اللي جاهم. ما شاء الله عليهم لا قوة إلا بالله، زينوا بيتهم بالربح وتزوجوا بالربح، وما زالوا يشتغلون برأس المال في السوق، علما بأن المهر اللي جاهم ترى مبلغ بسيط وعادي جدا جدا. لكن سبحان الله التوفيق هذا من الله، ما في عذر لأي شاب. الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وبعض عيالنا يقول الوافدين أكلونا، والله يقول وقليل من عبادي الشكور. أنا أحب سواليف الشيبان اللي حكتهم الدنيا حك. في شايب سألته قلت له انصحني، قال يا ولدي خلك مثل العصفور. قلت له وش سالفة العصفور؟ قال العصفور أول من يقوم من نومه هو، وأول من يذكر الله هو، وأول من يخرج من بيته هو، وأول من يأكل هو، وأول من يشبع هو، وأول من يقضي لوازمه كلها هو، وأول من يرجع لبيته هو. الأيام قمة الموسم، فالتمر فالعنب فالجح فالشمام فالقرع، وخيرات معنا بها رب العالمين. إن كانت المزارع بعيدة عليك وتسايدة، رح للحلقة سوق الجملة، بع واشتر، وش يرقدك وانت مديون. سلام عليكم.